السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناة زهرة والزراعة البسيطة. غنشارك معكم اليوم معلومات حول الصبار الكروي اللي عندي في السطح، خصوصا الشكل ديال هاد الأزهار ديالو اللي هي عندها شكل أبواق مازال ما تفتحت. إذا اكتشفت أنها بدأت تظهر وخفت أنها تصبح مفتحة غدا، بغيت نوريها لكم باقي مغلقة. نشوفوها هي باقي مغلقة. غدا ان شاء الله اولا ملي تفتح غنشارك معكم بنهار كاع الصبار الكروي اللي عندي في السطح. غنشارك معكم المشاكل اللي تنلقى في العناية ديالو وبعض الامراض اللي تتصيب هاد الصبار هذا. لهنا يلا نبداو ضريبا لكم بنهار حسن. هاني رجعت لكم من بعد 3 ايام. من بعد 3 ايام شوفوا كيف جات الازهار ديالي، غتكون تفتحات بالليل البارح. انتما لقيتها اليوم في الصباح مفتحه بحال هذا الشكل. شوفوا الشكل ديال الزهره على شكل بوق. هذه مالت، شوفوا الداخل ديالها بحال شكل بوق. تتحمل الاعضاء التناسليه الذكريه والانثويه في نفس الوقت. هذا اللي بحال نجمه هو العضو التناسلي الانثوي، وهادو اللي هما رقاق هازين في ريوسهم شي حاجه، عندهم راس. هادو تيتسموا الاعضاء التناسليه الذكريه. شوف سبحان الله العظيم سلويا كيرجع ما شاء الله وردي. نتمنى هاد الازهار يعجبكم وهاد المقطع كذلك يعجبكم من الاعجاب ديالكم. كنت قلت لكم غادي نشارك معكم الامراض والصعوبات اللي تنلقى في هاد العنايه بهاد النبات. حنا عندنا هنايا في المدينه ديالنا الضبابه، الضباب يعني كاين الرطوبه في الهواء. شوفوا معايا اش تيتكون ليا على الصبار. الصبارات اللي عندي كاملين بحتى التين الشوكي عندي في هاد المشكله، هاد الطفيليات القشريه بحال القشره رقيقه. اذا تتخطي ليا هاد النبته او الالواح ديال الصبارات اللي عندي، وتتؤدي الى حجب اذا داك الورقه او النبات، تحجب عليه الاضاءه مما يؤدي الى عدم حدوث ما يسمى بالتركيب الضوئي. يعني شوف 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 تتحجب اذا الماده الخضراء على انها تلتقط الضوء وتقوم بتركيب ضوئي. الطريقه اللي تندير هي انني سناخذ الشيته ديال السن اللي عرفتوها فرشه الاسنان، وتنحاول يعني نحك او يعني نقوم بغسلي وفركي هاد الطفيليات على الشكل وندير لهم الماء. هذه الطريقه اللي تندير. اذا ما لقيتش شوفوا اللي ترتب عليها، تاخذ داك اللون الداكن. اذا هنايا تتأدي الى ان النبته ديالي مع الوقت غادي تموت. هاد النبته راه هي دايره جوج ديال الازهار في البدايه ديالهم، هاد النبته الاخرى هي دايره واحد جوج هما اللي بانوا ليا مع الابناء ديالها الصغيورين الصغار ديالها. هاد النبته اذا هادي عندي فيها مشكل ما تنسقيهاش بزاف، اذا فهي صغيره جدا وما تتكبرش بسرعه. نتمنى هاد المقطع ينال الاعجاب ديالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضلا وليس أمرا ما تنسوش تابوناو في القناة بالنسبة للمتتبعين الجدد، وبالنسبة للمتتبعين ديالي الأوفياء إذا ديروا لي جيم، وكذلك حطوا لي أن كومنتير في على هاد المقطع هذا، لأن هذا تيساعد على تطور ديال القناة، وتيساعد كذلك على أن اليوتيوب قم بنشري ووضعي المقطع يعني وتسهيلي دين مشاهدتي من طرف متتبعين جدد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.